السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتاتي إخواني، على سلامتكم. اليوم في فيديو جديد مع همسات خديجة. اليوم إن شاء الله رايحين نشوفوا محل رائع، محل هايل يا البنات، فيه كامل الأكسسوارات اللي تقدروا تسحقوهم، كساسوا كنتي عروسة ولا مخطوبة ولا عندك مناسبة كتوجدي فيها، ولا حتى إنسانة يعني عادية ما كتوجدي حتى الحاجة حبيتي تشري هكذا أكسسوارات ليك. عندهم شوفوا البنات، عندهم في لاسي إينوكسيدابل، عندهم في الفضة الحرة، عندهم الجوهر، عندهم كل شيء كل شيء كل شيء، كاع انواع الاكسسوارات اللي تقدروا تيماجينيوها موجوده عندهم. هكذا كل مره تنصور لكم هكذا فيديوهات متفرقه، وعشاك فيجوني تعليقات خديجه صورينا الاكسسوارات. اليوم خيرت لكم هذا المحل، جاي في ساحه شهداء في زوج عيون كما راكم تشوفوا في القواص الاولين، كي تكونوا جايين من جهه باب الواد قدام ليسي الامير عبد القادر. الحانوت هذا واسمه اكسسوارات الشام، راه ملاصق مع ملبوسات الاندلس. هاوليك كيما راكم تشوفوا، هاوليك منا هذا المحل هذا. دوك تشوفوا نعاود ندور لكم منايا باش تفهموا مليح. هذا الحانوت اللي جاي على اليمين هذايا، هاوليك شوفوا منايا القواص الاولين كيما راكم تشوفوا، هاوليك الحانوت ديالنا اكسسوارات الشام، وهاوليك راهو يعني في جنب ملبوسات الاندلس. قلنا زوج عيون ساحته هذا القواص تاع زوج عيون، قدامهم هذا الحانوت كوم غوبير يعني باش تشفاو برك، واسمو اوكسيجين هذا الحانوت. هكذا هنايا رانا منا الامير عبد القادر، ليسي تاع الامير عبد القادر هاوليك، ومقابلو لا دي جي اس ام، هما راهم في القواص الاولين كوم سي راكو جايين باب الواد ورايحين لساحته هذا. هاوليك تروحوا منا قباله تخرجوا على المترو البنات، هاوليك نورمالمون فهمت لكم مليح، راهم دايرين غوميز ب 30%، وكي تزيدوا تروحوا باسم القناه في كل مره نهضر لكم هذه الكلمه، ويعني باسكو نوصي عليكم ودوك تسمعوا بودنكم، يعني السيد كي يهضر ويقول لكم كي تجوا من طرف القناه نزيد نساعدكم. يعني البنات اي وحده يخصها اي حاجه، شوفوا الحانوت يعني ما تتلفت لي منين نبدا التصوير، عنده كلش كلش كلش، هاولي كل شيء في بلاصه واحده، عنده الخلاخل، عنده التيجان، عنده المحزمات، عنده كل شيء تحوسوا عليه، كل اكسسوارات، عنده اكسسوارات تاع القبائل يعني بيربير وكل شيء كل شيء كل شيء. المهم نخليكم ما نكثرش عليكم الهضره، نخليكم تشوفوا لا فيديو، تهلاو لي في روحتكم بزاف بزاف، خلوا لي اقتراحاتكم واش حبيتوا تشوفوا في فيديوهات في تعليقات البنات. اللي ماشي مشتركه نتمنى وحاجه تفرحني بزاف بزاف انك تنضمي لينا وتولي وحده من العائله. هذه هي حنونتي، ما تنسوناش لايك لا فيديو، بارطاج مع حباباتكم ولا مع خواتاتكم، مع البنات اللي تعرفوهم راهم مخطوبات راهم يوجدوا لعراسهم بالك مساكن هما تاني يستنفعوا معنا. هذه هي، وما تنساوش البنات كاين القناه الثانيه همسات خديجه تنين، هنخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت، تما تاني نحطوا جوالات ونحطوا فيديوهات تاع البيع وشراء. هضرت بزاف بزاف على بالي حتى انا عييت البنات، هضروا في روحتكم. ما تنساوش ما تنساوناش الجميله الفيديو القادم ان شاء الله. الله عنده حتى هكذا يا بيضاء، هادو 550 كانوا 220 ألف فيهم 150 ألف. حازم تاع كابيل نوعية إن شاء الله مليحة. البنات هادو ما لي باغور أون برونز هكذا برونزية كما نقولوا تاع التمسان، الكاليتي تاعهم ما شاء الله 280 ألف، كاين لي باغور تاع 280 وكاين تاع 300 ألف. هاني زوميت لكم هكذا باش يبان لكم شويه لي موديل. فوالا هكذا بانو كاين تاع 280 وكاين تاع 300 ألف. شوفوا البنات وعنده تاني لي باغور كابيل بربير ايتو، راهو يكسب فيهم كامل 250 ألف، كامل 250 ألف باغور كومبليت، يعني بالقرمات ديالها بالسلسله بالمناقش بالخاتم، عنده بزاف لي موديل فيهم. هاملك 250 ألف. كاين تاني هكذا العصابات البنات، كاين هكا التاج والعصابة، التاج شحال دار؟ التاج 350 350 والعصابة 280 280 ايوا الشارج. كاين حتى البراسلية، شحال البراسلي؟ 90 ألف 90 ألف البراسلية. هاملك 180 شغلها السيرسو. شوفوا عندو تاني لي باغور تاع لي روب سواري ولي روب بلونش البنات اللي خصها اون باغور، عنده بزاف الاختيار فيهم، يعني كي تجي تلقاي بزاف اختيار في مكان واحد بلا ما تقعدي رايحه من حانوت لحانوت. هكذا شوف شفتوا لي موديل، عنده تاع 240 وعنده تاع 180 ألف.
على كل حال على حسب المود. على هادو منا 280,000. شوف وكاين هنايا هكذا دو بياس، يعني المناقش مع لو كوليي 150,000. هانا هادو 150. شوفوا تيجان هكذايا عنده بزاف لي موديل فيها، كيما هذا التلمساني هاوليك داير شحال قلت لي؟ 140,000. هاوليك كيما لي باروغ اللي وريت لكم تاع التلمسان، هاوليك عنده لي موتيف فيهم. عنده هكذا في الكاري، عنده في المدور، عنده في التيجان عنده بزاف لي موديل فيهم البنات، يبداو من 100 حتى ل 200 حتى على كل حال على حسب لي موديل. قال لكم منا ما تجيو ان شاء الله يزيد يكون جاب موديلات واحد اخرين، يعني تلقاو اختيار اكبر. شوفوا البنات شوفوا عنده دي باغور ما شاء الله، كيما هذوما لي تخيو شوفوا بزاف. اشاك فوا تقصوني على الاكسسوارات، انا صورت لكم هذيك اليوم لا فيديو كومبليت على الاكسسوار. هاك عنده دي موديل ما شاء الله تقول تاع الذهب. شوف هاكو سمعتوا البنات؟ ها يعني ما حضرت والو، انا كنت سمعتوه نتوما او قال لكم اللي تجي تقول له من عندها ماسات خديجه او يزيد يتهلا فيها ان شاء الله. شوفوا ثاني هذه تهبل، شوفوا شحال شوف ما شاء الله هم باينين لي موديل. كل موديل والسومه ديالو ما نقدروش نقولوا لي بخي تاع كلش كلش. لي باغور منين يبداو؟ يبداو من 150 وطلع. ايه هكذا يعني على حسب 220 240 ماكسيموم. فيهم براسلي 280، في البراسلي اللي فيهم البراسلي 280. سا ديبون على حسب لو موديل. ستير 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 سمحي لي معليش. يلا يلا دخلت نسكرها. كاين هادو كاين ثاني هكذا. شوفوا البنات شوفوا هذا الموديل راهو داير حاله. شوفوا هذا شبيه الذهب كما نقول الكوبي تاع الذهب. شوفوا شحال شباب فيه 4 بياس. هاوليك فيها كاين فيه الخاتم وفيه المناقش فيه السلسله والبراسلي، دارهم يحسبوا فيهم 280,000. هادو راهم نقصرهم 280 كانوا اكثر من هاد السومه. فيهم 6 الوان، عنده كم لي كولور فيهم؟ كاين الفير، كاين الغوج، كاين الميال، كاين فوالا فيه بزاف الالوان، راهم يحسب فيهم 280,000. شوف فوالا هنا مبان مليح. شوفوا البنات يبيع تاني الفضة، الفضة الحرة البنات هاذيك يحسب فيها 60,000 الجرام. هاذيك عنده دي تخيو يهبلو. حبيت هنا نصور لكم شويه لي تخيو تاع الفضه البنات، اللي يحبوا الذهب الابيض ما من الفضه. شوفوا البنات كيف ها كيف الذهب، يعني ما تحول ما تزول وتقعد لبناتكم ان شاء الله. شوفوا دي موديل ما شاء الله، قلنا 60,000 الجرام. كساسوا حبيتي سلسله ولا خاتم نيكشات ولا هكذا تخيو معناتها باغيوغ كامله يوزنها لك وعلى حسب الميزان 60,000 الجرام ما شاء الله. هادي الفضة غودية معنتها مشللة بالذهب البنات. شوف راني تعمدت نصور لكم باش تاخذوا فكرة. ما كاش طاي كامل كاش كل كبار كامل كبار. تحبي ندير لك الغونسور ولا يشد لك لا طاي تاع الخاتم يجي لك شويه على قدك؟ ايه ما يشبعش. هذه صباح صالي ما شاء الله. كاين ثاني هادي شو كاين تاع بولدوناج؟ شعر بولدوناج كاين ثاني هكذا بلو كاين هكذا. اللي يحبوا حاجه هكذا فين حاجه متحوفه يعني ما شاء الله. ثاني كدي دوبلي لاشانا اي ما شاء الله. شوفوا لي هنايا هادو مالي غورمات اللي حبيت تشري ليها ولا تعمل كادو ولا حاجه فضه اوريجينال البنات حاجه بالطبع. ذهب ما وليناش قادرين والله غالب، الاسعار ارتفعت بزاف. الفضه ثاني معدن نفيس كما يقولوا كيفو كيف الذهب، كساسوا ديريه كادو ولا ليك انتيا بصحيحتك. هادو ثاني شويه لي موديل في الغورمات، هادو كاملين فضة البنات. ايه كاملين كاين هاد الموديل ما شاء الله.
عنده لكل الأذواق. الله يبارك. شوفوا بوغ لي باغيوغ كاين، شوفوا شويه فلاسي عنده. شوفوا واش حبيتوني نقول لكم، ما نقدرش نصبروا كلش. الله يبارك حانوت معمر من كل خير، عنده اختيار كبير. كي تجو تشوفوا، جو بريفير كي تجو تشوفوا، تخيروا قدامكم احسن واحسن. هاوليك عنده تاع الجوهر، اللي يحبوا الجوهر عنده، لي موديل تاع لويزا عنده، فلاسي شوفوا لي موديل تاع الجوهر عنده بزاف تاع الجوهر، عنده بزاف لي موديل فيهم. الو شويه مسكيات شويه سلاسل. شحال المهم البنات اللي تحوس على اكسسوارات مهم لي كافي صحتو، هذا يعني ماهوش بعيد، عنده كلش. تقدروا تجوا تخيروا تشوفوا قدامكم خير وخير، بس ما محال محال البنات، مستحيل نقدر نصور لكم كلش خير كبير يعني. الله يبارك. كان بزاف لي مود. ايه بزاف بزاف لي مود. ايه 3 طون. شوف شوف منا جبد لك هادو ضمان عامين ان شاء الله. شوفوا هادو مالاسي انوكسيدان، شوفوا ما شاء الله هادو 120. شوفوا شحال شابين لي مود. شحال شحال طاح لها اخي بخير هادي كيما دات صافي. كاين هادو 3 طون 200 بالخاتم، في 3 يمشوا. ايه بالخاتم ديالهم هاديك. وهادو هما الخواتم البنات، اليونس باك دو فيونساي. شوفوا كامل لي موديل عندهم شبيه الذهب. شوف اللي يحبوا هكذا في الالوان عنده. كاين هذا كيما هذا شوفوا هذا. عطينا 20 الجولد هذوك. هادو ما كامل 80000 البنات، 80000 سيدي شان. هادو ما من البنات جابوهم تاني سلعة جديدة. كاين كيما هادو لا لا هادو ما قال لكم 80000. هاوليك تزيري حسب لاطي تاع كاين تاني. هذا نوفو موديل البنات، براسلي في الكافي، هذا دار 200000 باللعاق ديالو بالخاتم ديالو. شوفو كاين شي اشكال. عنده تاني الخلاف البنات اللي تحوس عليهم، عنده بزاف لي موديل فيهم تاني. كاين هكذا السامبل، عنده بزاف لي موديل فيهم. عندنا هنا تاني خيط الروح البنات اللي تحوس على خيط الروح تاني موجود عندهم بالمناقش ديالو، كاين ما بين 140000 و 180000، عندهم بزاف تاني لي موديل فيهم. البنات اي معلومات ولا اي استفسار حبيتوا حاجه تعرفوها تواصلوا معاهم في الرقم اللي ظاهر معكم في اعلى الشاشه، ولا في الفيسبوك ديالهم اللي خليته لكم في اول لا فيديو.